للمزيد من المتابعة انضم إلينا من بيروت دكتور جوزيف حلو مدير العناية الطبية في وزارة الصحة اللبنانية. أهلا بك دكتور في هذه النشرة. إذن كيف تعلق على ما جاء من تقارير من المنظمات الأممية حول القطاع الصحي في لبنان، خاصة التقارير الأخيرة التي تفيد بأن هناك أكثر من 100 من مرافق للرعاية الصحية الأولية خرجت بالفعل عن الخدمة؟ نهار الخير عقاد لكل المستمعين الكرام والمشاهدين. هلا في 100 مركز للرعاية الصحية الأولية طبعا الخدمه اكيد بسبب الظروف الأمنية، اكيد ما بنعرض لموظفينا ولا المواطنين للخطر. ان شاء الله قريبا جدا بيرجعوا بيعودوا نشاطهم، بس الحرب عم تتوسع وعم تقوى على المواطنين اللبنانيين وعلى الجسم الطبي وعلى المواطنين الافراد، يعني بين اطفال ونساء وشيوخ اللي عم بيجوا على مراكز الرعايه الصحيه الاوليه. مع الاسف الشديد كمان 5 مستشفيات، 3 حكوميه و2 خاصه خارج عن الخدمه، واليوم الصبح أو 6 مستشفيات كمان خرجت عن الخدمة. مع الأسف ترجع بعد جمعة بتعاود بعد ما يضبطوا المستشفى ويصلحوا ويضبطوا الأضرار. لكن مع الأسف الشديد إنه في اليوم نحن عم نعد، صرنا مثل العداد عم نعد الجبهة والشهداء، صاروا لغاية الآن 2006 شهداء و 10,692 جريح. مع الأسف في اليوم عم بيزيدوا. للمجتمع الدولي انه الضغط على وقف اطلاق النار فورا فورا بالنسبه للشعب اللبناني. كل عمرنا ما منا حرب، من اول نهار انه ما منا حرب، لكن مع الاسف الشديد عم تشتد الحرب وحركه النزوع وتهجير اللبنانيين من ارضهم ومن موطنهم. مع الاسف برجع بقول مع الاسف، والمجتمع الدولي عم يستنكر بالبيانات فقط لا غير. نعم، شكرا جزيلا لك دكتور جوزيف حلو مدير العناية الطبية في وزارة الصحة اللبنانية، كنت معنا من بيروت.